السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس هذا هو الدرس الثامن من سلسلة دروس إكسبريسو سينما 4D. في الدرس السابق تعلمنا عقدة جديدة وهي الكونديشن التي تنتمي إلى فريق اللوجيك نوتس. سنواصل تحديث ما تعلمناه سابقا. كالمعتاد أنا أبدأ من البداية بحيث يصبح كل درس وحدة مستقلة. هذا هو اللايت وهذه هي البورت إنابل، ثم تايم، فريم، ثم الكونديشن، و كونستانت انتجر صفر، كنترول ونسحب هذه الوحدة نحصل على وحدة أخرى انتجر واحد. إذن هذا واحد وهذا زيرو وهذا الفريم هذا الانبوت. ونحصل على هذا الضوء فليكينج، لكنه يحصل له انبوت بشكل من فريم الى فريم، يعني فريم انبل الفريم التالي ديسابلد او انبلد فولس وهكذا. اذا اردنا ان يكون بشكل متباعد بإمكاننا أن نعدل تعديل بسيط جدا. يعتمد هذا التعديل على فكرة أن البورت سويتش عبارة عن انتجر. لو غيرنا التايم إلى ريال، لو أخذنا معلومات حول البورت الريال من اسمه سنجد أن القيمة هي ريال. لو أضفنا عقدة جديدة وهي الريزلت حتى نشاهد نتيجة الريال ما هي، ثم قمنا بتحريك السلايد عند 10 نلاحظ أن القيمة 33 من 100، وعند 30 بالضبط تصبح 1. معنى ذلك أن الريال ليس أكثر من عداد بالثانية. إذن هذا عداد بالثواني وهذا عداد بالفريم. لو قمنا بإيصال هذا العداد الريال إلى السويتش الذي هو عبارة عن انتجر، من الطبيعي أن يتأثر السويتش فقط بالقيم الصحيحة، يعني كل قيمة كسرية ما بين الزيرو والثلاثين لن تؤثر في السويتش حتى يصل العداد إلى 30، عندها يصبح الريال بواحد. لمزيد من الإيضاح، لو عملنا عقدة أخرى من الريزلت ووصلناها بالفريم، لاحظوا الآن أنه عند الوصول إلى 30 تصبح الريال قيمته واحد. بالنتيجة إذا وصلنا إلى 60 تصبح قيمة الريال 2. معنى ذلك أنه كل 30 فريم يتغير قيمة الريال برقم 1، يعني في البداية 0 ثم عند 30 يصبح قيمة الريال 1، عند 60 2، عند 90 3 وهكذا. إذن هذا سيوفر لي سويتش متباعد بالنسبة للعقدة كونديشن، وستكون النتيجة وجود ظهور للضوء وانطفاء للضوء عند كل 30 فريم. نلاحظ الآن إذن لو رجعنا الفريم
500 مثلا، نحصل على هذا التأثير. هذا التأثير نحصل عليه بالضبط لو جعلنا البورت هو التايم، وصلنا التايم بالريزلت بدل الريال. لاحظ انه لم يتغير شيء، معنى ذلك انه بامكانك ان تستخدم اما التايم واما الريال. لاحظوا هنا نفس الحكاية، لا نحتاج ان نعيد لاننا بامكاننا ان نغير الثلاثين فريم حتى تكون واحد ثانية من اعدادات البروجكت. للتكرير او للتكرار بامكان ان نغير هذا النظام هنا. طيب ماذا لو اردنا ان لا يكون التغيير عند كل 30 فريم، بمعنى لا يظهر الضوء عند 30 ثم يختفي ويظهر مجددا عند 60 وهكذا. نريد ان يكون كل 10 فريم يحصل توجل للضوء، نريد الضوء تحصل له اون واوف عند كل 10 فريمات. في هذه الحالة بإمكاننا أن نستعيد مجددا أو نستعين مجددا بالفريم. لكن سنضيف عقدة سبق وأن تعلمناها وهي تنتمي إلى الكالكوليشن وهي الماث. هذا الانبوت سنعمل عقدة جديدة من الكونستانت، سنجعل القيمة 10. لا تنسى ان تجعل الداتا تايب انتجر. الان لدينا الفريم الذي يعد بعدد صحيحة 1 2 3 تماما كما هو الظاهر على السلايد هنا. سأعيده كما كان 90 فريم، وسأغير الماث من ريال إلى انتجر، والفانكشن من اد إلى ديفايد. إذن الذي يحصل هنا بالضبط يمكننا أن نشرحه باختصار. إذا كان عدد الفريم، إذا كان الفريم مثلا وصل إلى 10، فإن عقدة ماث ستقوم بقسمة 10 على 10 لينتج 1، ثم يذهب هذا إلى السويتش مرة أخرى، وهذا يتسبب في on أو off بالنسبة للضوء. إما أن نختار الانبوت 1 أو انبوت 2، أو بإمكاننا أن نقول انبوت 0 وانبوت 1 نفس الشيء. المهم الانبوت الاول وهذا الانبوت الثاني، وهذا بدوره يذهب الى الضوء اون، مره اون ومره اوف. حينما يكون الفريم عند 20 فان 20 على 10 يعطينا 2، وهذا يعمل نفس الشيء سويتش. اذا كان في البدايه اختار الانبوت 1، في المره الثانيه يختار الانبوت 2 وهكذا. الفريمات التي مثلا ما بين 10 والـ20 مثلا 15 ستعطي 15 على 10، ستعطي 1.5، وهذا يذهب إلى السويتش. سويتش هنا حرسي سويتش لن يتأثر بهذا القيمة، سيظل كما كان في القيمة السابقة وهي 1 حتى يتغير هذا إلى 2، ثم يتأثر السويتش وهكذا. إذا نستطيع بهذه الطريقة أن نجعل
الضوء يتغير اون واوف تبعا لمضاعفات العشرة. نعود مجددا نختبر النتيجة كما هو المتوقع عند 9. يحدث شيء مجرد ما أغير إلى 10 يحصل تغيير، يظل on حتى يأتي الفريم 20 off ثم الفريم 30 on وهكذا. نستطيع أن نغير هذه القيمة بمجرد أن نغير الكونستانت. إذا أردت أن يحصل الضوء فليكين كل 15 فريم لا أكثر من أن أعدل قيمة الكونستانت هذا حتى أعيد القسمة، بدل من أن تكون على 10 تصبح على 15. يعني إذا اقتربنا من 15 لا شيء، ثم عند 15 يحصل on، استمر الحالة هذه حتى يأتي 30 off وهكذا دواليك. آمل أن تكون قد استفدتم، وألقاكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى.